بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كله، وأيقنا أن كلا من عنده، وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هنا في قوله رحمه الله يهدي، المراد بالهداية هنا هداية التوفيق، هداية التوفيق وتحويل القلوب من الضلال إلى الهدى ومن الكفر إلى الإيمان. فهداية التوفيق تختص به سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال: ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. هنا الهداية تقابل الضلال كما هو واضح، والعصمة تقابل الخذلان، والعافية تقابل ماذا؟ تقابل البلاء. وفي هذا التقرير الذي سمعناه من الإمام الطحاوي رحمه الله، في هذا إثبات هداية التوفيق والقبول والإلهام لله تعالى وحده لا شريك له، وفي هذا رد على المعتزلة القدرية الذين ينفون القدر. وعندما تأتي هذه الآية الكريمة: إنك لا تهدي من أحببت، يقولون إن الهداية هذه هداية الدلالة والبيان، هداية الدلالة والبيان والإرشاد، وهذا كلام ساقط. لما؟ لأن هداية الدلالة والإرشاد يقوم بها الأنبياء أم لا؟ يقوم بها الأنبياء وأتباعهم والعلماء ورث الأنبياء، كما في قوله تعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأيضا الله تعالى هنا قال في الآية: قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فلو كانت هداية البيان والإرشاد لما قيدت إيش؟ لما قيدت بالمشيئة. إذن اتضح لك الآن أن هناك هداية، هداية القبول والتوفيق، فهذه تختص بالله سبحانه وتعالى. أما هداية الدلالة والإرشاد فهذه يقوم بها الأنبياء وأتباعهم من العلماء والدعاة إلى الله على بصيرة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. شارح الطحاوية أشار إلى مسألة نحب أن نبين شيئا منها. قال إن هذا التقرير من الإمام الطحاوي فيه رد على المعتزلة لما أوجبوا فعل الأصلح على الله، لما أوجبوا فعل الأصلح على الله. والذي يهمنا في هذا الدرس الوجيز أن نبين أن مذهب المعتزلة فاسد من جهتين. الأول أنهم قالوا بوجوب فعل الأصلح على الله، فلما يوجبون على الله فعل الأصلح فهذا من سوء الأدب ومن الرعونة، فكيف للمخلوق المسكين البائس الفقير، كيف يوجب على من؟ على خالقه وربه سبحانه وتعالى. فليس للمخلوق أن يوجب على الله، إنما ربنا عز وجل يوجب على نفسه، هو يوجب على نفسه تكرما وتفضلا ومنة وإحسانا. إذن مصيبة المعتزلة ومن سار على طريقتهم أنهم يقيسون الخالق
بالمخلوق قياس التمثيل، فيوجبون على الله كما يوجب المخلوق على المخلوق، فهذا موطن الانحراف. أولا، إذن لما يقولون بوجوب فعل الأصلح على الله هذا فاسد، فليس للمخلوق كائنا من كان أن يوجب على ربه سبحانه وتعالى. فإن قال قائل الله سبحانه وتعالى قال إن علينا للهدى كتب ربكم على نفسه الرحمة، فهنا يقال هل هذا أوجبه المخلوق على الله أم أن الله تعالى أوجبه على نفسه؟ ماذا يقال؟ نعم، أوجبه الله تعالى على نفسه تكرما وتفضلا، تكرما وتفضلا، ولم يوجبه عليه أحد من خلقه سبحانه وتعالى. الوجه الثاني في فساد هذا الكلام لم يقولوا بوجوب فعل الأصلح على الله، أن يقال أن المصالح الدينية والدنيوية نجد أنها لا تنفك عن أذى أو عن ضرر يلحق بعض الناس. فمثلا بعثة الرسل عليهم السلام فيها من المصالح وفيها من المنافع ومن الفوائد ما لا يحصى، ومع ذلك فقد تجد من يعصي الرسل فيقتل أو يعذب في الدنيا ويعذب في الآخرة. لكن هذا الأمر ينغمر في ماذا؟ في هذه المصالح العاجلة والآجلة في بعثة الرسل عليهم السلام. هذا بالنسبة للمصالح الدينية. لما تنظر المصالح الدنيوية فهذا المطر الذي يعني يأتي به الله، هذا المطر فيه من المنافع والخير ما لا يحصى، ومع ذلك فهذا المطر قد يتأذى منه البعض بسبب ما يحصل من المطر مما لا انفكاك عنه. لكن هذه المفاسد أو هذا الأذى الذي يحصل بالمطر يعني إنما هو شيء يسير ينغمر في هذه المنافع التي تحصل من نزول المطر. أما كون المعتزلة يعني يوجبون فعل الأصلح على الله بهذه النظرة البعيدة عن نصوص الشريعة والبعيدة عن معرفة سنن الله الكونية، فهذا كلام مردود. بهذا يكون اتضح لك الآن أن هذا فيه رد على المعتزلة، وأطلنا في هذه المسألة لأن الشارح رحمه الله أوردها على سبيل الإيجاز فذكرنا هذا الكلام، وهذا الكلام الذي قرأنا عليكم أو قلناه لكم مستفاد من كلام شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة النبوية. طيب، انتهينا من هذه المسألة. عندنا لما قال رحمه الله وكلهم كل الخلائق يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. نعم، الخلائق الإنس والجن يتقلبون بين عدله سبحانه وتعالى وبين فضله، فأفعال الله تعالى إما فضل وتكرم وإنعام وإما عدل، ولا يظلم ربك أحدا. فربنا عز وجل منزه عن الظلم، فهو سبحانه وتعالى عندما يجزي المؤمن على الطاعة ويوفقه على الطاعة هذا تفضل وتكرم. كون سبحانه وتعالى يعاقب الكافر والمسيء فهذا عدل منه سبحانه وتعالى، ولا يظلم ربك أحدا. فعليك أن توقن بهذا الأمر أن ما يقدره الله تعالى وأن أفعال الرب جل جلاله هي بين الفضل وبين العدل، الفضل لأهل الإيمان والعدل لأهل الكفر، وهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم وهو أحكم الحاكمين، فهو أعلم سبحانه وتعالى بمواطن عدله ومواطن فضله. هو سبحانه وتعالى يعلم من يستحق الفضل والإكرام والإنعام ومن يستحق العدل، ولا يظلم ربك أحدا. فهذا جانب أيها الأحبة ينبغي أن نستصحبه. وكما قال ابن القيم رحمه الله في بعض كلامه أن ما يتعلق بعدله وفضله يجده الإنسان أحيانا في نفسه في الساعة الواحدة، فربما تفعل طاعة فتجد فضل الله ومضاعفة الحسنات وما في الحسنة من انشراح الصدر وما فيها من المنافع التي لا تحصى، ثم يتبع ذلك بمعصية فيجد من المعصية من النكد ويجد فيها من الوحشة ويجد منها ما يكون متعرضا للوعيد ما يجده، فتجد أن الشخص الواحد في الساعة الواحدة يعني يتراوح ويتوارد عليه فضل الله تعالى وعدله سبحانه وتعالى. في هذا المقام يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد، يقول أساس كل خير أن تعلم
أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذا هو أساس كل خير. ولهذا نجد أن سلفنا الصالح رحمة الله عليهم كل ما يقدره الله تعالى عليهم نجد أنهم يتلقونه ليس بالصبر والاحتساب فحسب، لا، يتلقونه بالرضا والاطمئنان. ولهذا يقول الفاروق رضي الله عنه عمر يقول: ما أبالي على أي حال أصبحت أو أمسيت من شدة أو رخاء. أو قال رحمه الله ورضي الله عنه قال: الفقر والغنى مطيتان لا أبالي بأيهما ركبت. فالفقر والغنى عند الفاروق رضي الله عنه كله على حد سواء، همه ماذا؟ همه أن يرضي الله سبحانه وتعالى وأن يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى من فقر أو من غنى. وكذا أيضا قاله عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما قال: أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القدر. أصبحت وما لي سرور إلا في مواقع القدر. طيب، بعدها لما قال: وهو متعال عن الأضداد والأنداد. وهو متعال، تعالى بمعنى سبح أي تقدس وتنزه. فإذا لما نقول كما قال تعالى عن نفسه: فتعالى الله عما يشركون، كما قال تعالى: سبحانه وتعالى عما يصفون. فهنا التعالي أنه تعالى، أو قلنا مثلا تقدس أو تنزه، أو قلنا مثلا كما في الآية: سبح اسم ربك الأعلى. هذه كلها معانيها متقاربة، يجمعها ماذا؟ يجمعها تنزيه الله تعالى عما لا يليق به، أن ينزه الله تعالى عن السوء والنقائص. وإذا نزهنا الله تعالى عن النقائص ونزهنا الله تعالى عن العيوب، كما مر بنا أن كل نفي يتضمن ماذا؟ يتضمن إثباتا. فإذا نزهنا الله تعالى عن النقائص ففي هذا إثبات ماذا؟ إثبات كماله سبحانه وتعالى وكمال وحدانيته وتدبيره. لاحظوا، قال: متعال عن الأضداد والأنداد. فإذا نفينا الضد ونفينا الند عن الله أثبتنا ماذا؟ أثبتنا ما يقابل ذلك، وهو كمال الوحدانية وتمام ربوبيته سبحانه وتعالى. الأنداد هي الند بمعنى النظير والمثيل، والضد كذلك معانيها متقاربة. والله سبحانه وتعالى قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال سبحانه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ثم قال رحمه الله: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، هذا جاء مقررا في القرآن كما لا يخفى. والذي يهمنا أن تعرف ابتداء أن القضاء هنا والحكم والأمر المراد به ما قدره الله تعالى، ما قدره الله، أي أن القضاء والحكم والأمر هو الكون القدري، الكون القدري. فلا رد لقضائه يعني لا رد لما قضاه الله وقدره، ولا معقب لحكمه، هذا كما جاء في قوله تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه. وفي لا رد لقضائه قال تعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. ثم قال: ولا غالب لأمره. فالله سبحانه وتعالى هو أمره الغالب، وما عداه فهو مغلوب سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: آمنا بذلك كله. آمنا بذلك، ذلك اسم إشارة، ويبدو أن ذلك يرجع إلى كل ما سبق مما قرره رحمه الله من أول المتن. فلما قال آمنا بذلك فذلك اسم إشارة يراد بها ما سبق تقريره من أول المتن، فقال آمنا بذلك كله، كل ما سبق تقريره وتقعيده. ثم قال: وأيقنا أن كلا من عنده. اليقين هو ضد الشك وضد الريب. واليقين كما بين الشارح رحمه الله ابن أبي العز، اليقين مأخوذ من يقين الماء، يقين بمعنى استقر. فاليقين فيه معنى الاستقرار والثبات، وضده الشك والريب.
ولما يقول أيقنا أن كل من عنده، نعم كل ذلك من عنده سبحانه وتعالى، كما قال تعالى قل كل من عند الله. يبقى عندنا فائدة نذكرها في قضية اليقين، أن على كل منا ومنكم أن يحرص على أن يسأل الله تعالى اليقين، لا سيما في هذا الزمن، زمن الفتن وزمن الشبهات وزمن التشكيك والاضطرابات، فعلى الإنسان أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويسأله اليقين. وكما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية أن اليقين يحصل بجملة أمور، قال يحصل بثلاثة أمور: الأول تدبر القرآن، هذا أولا تدبر القرآن، والثاني تدبر آيات الله في الآفاق وفي الأنفس، أن تتدبر الآيات في الآفاق في هذا الكون وفي أنفسكم أفلا تبصرون، والثالث ألا هو أن نعمل بما علمناه وبما سمعناه. فالعمل بالعلم من أسباب تحقيق اليقين والثبات على دين الله عز وجل. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. ثم قال رحمه الله: وإن محمدا عليه الصلاة والسلام، لما فرغ رحمه الله من تقرير جملة مسائل التوحيد ثنى بالحديث عن مسألة ما يتعلق بالنبوات وما يتعلق بحق النبي عليه الصلاة والسلام. وسبقا قلنا لكم أن مسائل الاعتقاد هي هكذا، من هذه الأصول الثلاثة الكبار: التوحيد، النبوة، ما يتعلق الثالث اللي هو إيش؟ المعاد واليوم الآخر. هنا قال رحمه الله: وإن، طبعا إن كما هو معلوم أنها مقول القول فتكون مكسورة، فلما تأتي مقول القول لا بد من كسر إن، مثل ما قال تعالى: قال إني عبد الله، كما قال المسيح عيسى عليه السلام: قال إني عبد الله. هنا فيما يتعلق بالنبوات نتحدث عن جملة أمور، منها أولا يعني أن نتحدث عن أهمية وضرورة الرسالة والنبوة. الرسالة والنبوة هي الحياة، هي الروح، هي النور. فحياة العالم وروحه ونوره بهذه الرسالات وهذه النبوات. فإذا عدمت الرسالة فعندئذ إيش؟ لا يتحقق إلا الظلمة والشقاء والنكد. فالرسالة هي روح العالم ونوره، هي روح العالم ونوره. أمر آخر كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله: الدنيا مظلمة، الدنيا مظلمة إلا ما أشرقت عليه شمس الرسالة. فكذلك العبد في ظلمات ما لم تشرق على قلبه أنوار هذه الرسالة المحمدية عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فهذا جانب للأسف يعني في تقصير في 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 الحديث عنه، ما يتعلق بالنبوات، وأن كل خير في هذا الوجود هو بسبب ما جاء به الرسل عليهم السلام. ولهذا كما بيّن شيخ الإسلام في جواب الصحيح وغيره قال: لولا الرسل عليهم السلام لما عبد الله ولا كانت شريعة في الأرض. هكذا قال في الصارم المسلول. فالمقصود أن الخير هذا الذي نجده في هذا الوجود وفي هذا الكون هو سببه إيش؟ بعثة الرسل عليهم السلام. هذا ما يتعلق بإشارة وجيزة إلى أهمية الرسالة، وأن الناس محتاجون، أن الناس محتاجون إليها، وأن ضرورتهم إلى هذه الرسالة أعظم ضرورة. هنا لما قال: وإن محمدا عبده المصطفى، شارح الطحاوية رحمه الله يتحدث وأشار إلى ما يتعلق بدلائل النبوة، ما يتعلق إيش؟ بدلائل النبوة. والذي يهمنا هنا أن تعرف أن المتكلمة، أهل الكلام، المعتزلة ومن سار على طريقتهم من الأشاعرة، أنهم زعموا أن النبوة لا تثبت إلا بالمعجزة،
قالوا إن النبوات لا تثبت إلا بالمعجزات. فهذا الذي قرره المتكلمون، وأهل العلم بيّنوا فساد ذلك، وأن النبوة تثبت بالمعجزات وبغيرها من الدلائل. فدلائل النبوة لا تكاد تحصى، فليست النبوة محصورة بهذا الدليل الوحيد اللي هو إيش؟ المعجزات، كما زعم المتكلمة. فإذا نخلص من هذا أن دلائل النبوة كثيرة. ولهذا قال شيخ الإسلام كلمة جميلة: النبوة يدعيها من يدعيها إما أصدق الصادقين وإما من أكذب الكاذبين، ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين. يعني أنت لما تنظر إلى نبي عليه الصلاة والسلام وتنظر مثلا إلى مسيلمة الكذاب، يعني الفرق يعني ما في مجال للمقارنة. فهذا نبي صادق وهذا متنبئ كذاب، والذين اتبعوا مسيلمة يعلمون أنه ماذا؟ يعلمون أنه كاذب، أنه كذاب، أنه أفاك. لكن العصبية وشهوات النفوس لا حد لها. فالمقصود أن دلائل النبوة لا تكاد تحصى، وهذا يبين لك يعني رحمة الله سبحانه وتعالى، أن الشيء الذي يحتاج إليه الناس تجد أن الله سبحانه وتعالى ييسر أدلته وأسبابه، سواء في الأمور الدينية أو في الأمور أيضا إيش؟ الدنيوية. فأنت الآن لما تنظر الأمور الدنيوية، أعظم ما نحتاجه مثلا في الأمور الدنيوية من ضرورات الأمور الدنيوية الهواء، فتجد أن الهواء إيش؟ متوفر في كل مكان، أليس كذلك؟ يأتي بعد الهواء من الحاجات التي نحتاجها الماء، فتجد أن الماء أيضا كذلك وفرته ظاهرة، أليس كذلك؟ لكن لا شك أن حاجتنا للهواء آكد من الماء. ثم يأتي الطعام، فالمقصود أن ما كان الناس إليه أحوج تجد أن أسباب توفره أظهر وأكثر. فكذا أيضا النبوة، حاجة الناس للنبوة فوق يعني الحاجة إليها فوق كل ضرورة. ولهذا تجد أن دلائل النبوة كثيرة جدا، كثيرة، ما هي فقط المعجزات. نعم المعجزات دليل، ونبينا عليه الصلاة والسلام كما ذكر بعض العلم له 1000 معجزة عليه الصلاة والسلام. لكن أنت لما تنظر إلى هذا المعجزات، تنظر إلى ما يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام. لما سمع هرقل أجوبة أبي سفيان لما سأله المسائل 10 عن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وكان من ضمن الأسئلة إلى ماذا يدعوكم، قال يدعونا إلى عبادة الله وإلى صلة الرحم إلى كذا إلى كذا، فقال هذه صفات نبي، ما ليست متنبئ، ليس متنبئا كذابا. وقبل هذا خديجة رضي الله عنها لما قال عليه الصلاة والسلام في بدء الوحي، قال إني خشيت على نفسي عليه الصلاة والسلام، قالت رضي الله عنها، قالت أم المؤمنين، قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتقضي الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فعرفت رضي الله عنها أن من كانت هذه صفاته الجليلة الكريمة وخصاله العظيمة أن الله تعالى لا يمكن أن يخزيه. فحكمة الله تعالى، حكمة الله تعالى تأبى أن يخزي نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا من أعظم الأدلة، هذه من الدلائل. أنت لما تنظر إلى صفات الله سبحانه وتعالى وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى، فأسماؤه هي من دلائل هذه النبوة. ولهذا كما قلنا لكم استدلت خديجة بهذه الصفات على أنها سلم نبي صادق، ولا يمكن إيش أن يخزي الله تعالى هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أيضا لما تنظر إلى قضية مثلا، تنظر إلى مثلا الأحداث الكونية التي يعني تعرفها الأمم كلها، فقضية مثلا الطوفان الذي أصاب قوم نوح، هذا معروف عند أهل الكتاب وعند غير أهل الكتاب، فهذه من دلائل النبوة أن الله تعالى يعني أنجى أنبياءه ونصرهم وأهلك المكذبين المفترين. عندك مثلا إغراق فرعون. فالمقصود أن دلائل النبوة كثيرة، سواء قلنا المعجزات أو تنظر إلى ماذا يدعو إليه هذا النبي الكريم، تنظر إلى 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 شخصه، تنظر إلى أن العاقبة له، تنظر أيضا إلى البشارات الكتب السابقة، فهذه كلها دلائل على نبوة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول شيخ الإسلام: وأما الإقرار بالرسول فبأدنى نظرة فيما جاء به أو في حاله أو في آياته، أي بمعجزاته أو نحو ذلك من شؤونه، يحصل العلم بالنبوة، فيحصل بمجرد إيش؟
النظر فيما جاء به أو في حاله أو في آياته. ولهذا يقول حسان رضي الله عنه أو ابن رواحة رضي الله عنهما البيت من الشعر يقول: لو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، يعني كانت بديهته تأتيك بالخبر من حين أن تنظر لأول وهلة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وما له من البهاء والنور، تجزم إيش؟ أنه نبي صادق. وهذا ما قاله عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما رأى وجه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: عرفت أن هذا ليس وجه كاذب صلى الله عليه وسلم. بهذا نكون انتهينا من الحديث عن مسألة إشارة إلى ما يتعلق بدلائل النبوة. نقف عند بعض المسائل التي في المتن. قال عندك هنا: وإن محمدا عبده المصطفى. إذن النبوة أيها الأخوة الكرام هي اصطفاء. قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، وقال تعالى: كذلك يجتبيك. فإذن النبوة اصطفاء اجتباء اختيار، الله أعلم حيث يجعل رسالته. إذا تقرر أن النبوة اصطفاء ففي هذا رد على الفلاسفة الزنادقة الذين يزعمون أن النبوة اكتساب، فيجعلون النبوة مكتسبة كغيرها من الحرف، يظنون أن حرفة من الحرف ويمكن الشخص أن يكتسبها إذا اجتمعت فيه شروط ثلاثة ذكروها في موطنها. إذن النبوة اصطفاء، الله سبحانه وتعالى هو الذي يصطفي ويختار، وهو سبحانه وتعالى كما قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. أيضا أمر آخر، النبوة أيها الأخوة الكرام منة من الله سبحانه وتعالى، تكرم ورحمة منه سبحانه وتعالى وتفضل، وهذا واضح من خلال الآية الكريمة: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. إذن النبوة منة من الله. ولما نقول أنها منة من الله في هذا رد من أيضا على المعتزلة ونحوهم من الطوائف الضالة الذين زعموا أن النبوة واجبة على الله، يقول يجب على الله أن يبعث الرسول، فهذا كلام فاسد كما مر بنا أنه لا يمكن للمخلوق أن يوجب على الله سبحانه وتعالى، فالنبوة منة وتكرم منه سبحانه وتعالى. هذا أمر. أيضا من المسائل التي تذكر في هذا المقام مسألة تعريف النبي، لما قال هنا: ونبيه المجتبى، فبعضهم يقول أن النبي أو النبوة مأخوذة من النبوة المكان المرتفع المكان العالي، وبعضهم يقول: لا، النبوة مأخوذة من الإنباء الذي هو الإخبار. فعندنا قولان كلهما هذان القولان كلاهما قولان صحيحان، لكن لما نقول أن النبوة من الإنباء اللي هو الإخبار، فيجب أن تعلم أن الإخبار هنا اللي هو الإنباء يختص بماذا؟ بالإخبار بالأمور إيش؟ المغيبة، وليس بالأمور إيش؟ المشاهدة الحاضرة. هذا أمر. أمر آخر، أيهما أدق وأيهما أخص، أن نقول أن النبوة من المكان المرتفع أم أن النبوة من الإخبار، وأن النبي أو النبي كما يعني قرأ بعضهم بمعنى المخبر عن الله، أيهما أخص؟ ما الذي تظنون، أنه من المكان المرتفع أو من الإخبار عن الله؟ من الإخبار عن الله يعني؟ نعم، هو ذاك الذي اختاره شيخ الإسلام في كتاب النبوات، أن هذا أخص، لأن قضية النبوة اللي هو من العلو والرفعة، العلو والرفعة يوصف بها الإيمان ولا لا؟ يوصف بها الإيمان كما قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. أما الإخبار عن الله فهذا يختص بإيش؟ بالأنبياء والرسل عليهم السلام. والنبوة لها العلو يندرج في إيش؟ في ماذا؟ يندرج في الإخبار، لكن الإخبار لا يندرج في إيش؟ في العلو. فهذا النبي الذي أكرمه الله تعالى واختاره وخصه بالوحي، ألا يكون له منزلة ومزية عن غيره؟ نعم، يكون له مزية وكله رفعة. فالمقصود أن هذا قد يكون أدق ويكون أخص، أنها مأخوذة من إيش؟ من الإنباء، وهو الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. هذا مسألة. في مسألة يعني يتحدث عنها العلماء، وهي قضية الفرق بين النبي والرسول، والفرق الذي اختاره ابن كثير رحمه الله ونقله شارح الطحاوية، التفريق المشهور الذي تسمعون به كثيرا، أن النبي من أوحي إليه بوحي ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول من أوحي إليه بوحي وأمر بالتبليغ. هذا هو التفريق المشهور الذي ذكره ابن كثير رحمه الله، وأيضا نقله شارح الطحاوية. لكن البعض يعني يتعقب ذلك من جهة أن هذا محل نظر، هذا التفريق، وأن النبي يبلغ
كما أن الرسول يبلغ ويحتجون بالآية الكريمة وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، فكلاهما يبلغ ويحتجون بالحديث الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي آخر، فلما يقول تسوسهم الأنبياء معناه أن هؤلاء الأنبياء بلغوا أم لم يبلغوا؟ نعم بلغوا. أيضا عندك حديث عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، لم يقل رأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل الرجلان والنبي ليس معه عهد، معناه أنهم ماذا؟ بلغوا أم لم يبلغوا؟ معناه أنهم بلغوا. فالذي يظهر من خلال هذه الأدلة ومن خلال أيضا قوله تعالى إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون، يحكم بها النبيون أن الأنبياء يبلغون، بدليل أنه عليه الصلاة والسلام قال العلماء ورثة الأنبياء، والعلماء يبلغون أم لا يبلغون؟ يبلغون رسالة الله، يتعين عليهم ذلك. فإذا كان العلماء يبلغون رسالة الله فالأنبياء من باب أولى وأحرى. والذي استظهره شيخ الإسلام رحمه الله في النبوات في الفرق أن الفرق بين النبي والرسول، الفرق بين النبي والرسول هو أن الرسول يبعث إلى قوم مخالفين، يبعث إلى قوم مخالفين، وليس هذا من شرط النبي. فالرسول عليه مثلا نوح عليه السلام بعث إلى قومه الذين خالفوا وأشركوا، موسى عليه السلام كذلك، عيسى عليه السلام كذلك وهكذا. أما النبي فليس من شرطه، فقد يبعث إلى قوم موافقين وبلغهم رسالات الله سبحانه وتعالى. بعض العلم كما يمكن تسمعون التفريق يقول لك أن النبي لا يأتي بشرع جديد والرسول يأتي بشرع جديد، لكن أيضا البعض يتعقب ذلك كشيخ الإسلام فيقول أن من الرسل من هو رسول ولم يأتي بشرع جديد، فمثل قال داود وسليمان كانا رسولين وكان على شريعة التوراة، ويوسف عليه السلام كان رسولا كما في آية غافر ولقد جاءكم يوسف من قبل ببينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، فهو رسول وقالوا كان على شريعة أو على ملة إبراهيم عليه السلام. إذن نخلص من هذا أن في فرق بين النبي والرسول، هذا اللي يهمنا بالدرجة الأولى، في فرق والآية وضحت ذلك وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، العطف يقتضي إيش؟ المغايرة. وعندك حديث أبي ذر هذا ما ذكرناه لكن نذكره، أن حديث أبي ذر يدل على الفرق، أبو ذر سأل سلم وقال كم عدد الأنبياء؟ قال 100,000 و24,000 نبي، قال كم عدد الرسل؟ قال 300 و14 جما غفيرة، الحديث أخرجه أحمد وغيره. فإذا في فرق سواء من خلال آية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، أو عندك حديث أبي ذر، أو عندك حديث البراء بن عازب إذا أويت إلى فراشك قال وسلم إذا أويت إلى فراشك فتوضأ وضوءك للصلاة إلى أن قال وبنبيك الذي أرسلت، فقال البراء فجعلت أستذكرهن وأقول وبرسولك الذي أرسلت، فقال سلم لا وبنبيك الذي أرسلت. المقصود أن الفرق ثابت لا من جهة الشرع ولا من جهة إيش اللغة، لأن مادة النبي كما عرفنا من الإخبار أو من المكان المرتفع، ومادة الإرسال أو مادة رسلة من التتابع، فالفرق ثابت حتى في اللغة كما هو ثابت في النصوص الشرعية، لكن يبقى إيش الفرق ذكرنا الأقوال في ذلك. ولعل الراجح كما سمعنا والله أعلم أن الفرق أن الرسول يبعث إلى قوم مخالفين وهذا ليس من شرط النبي والله أعلم. هنا في قوله رحمه الله يعني أيضا قبل ما نواصل وأنه خاتم الأنبياء إلى آخره، عندنا مسألة قضية التفضيل بين الأنبياء، يعني أشار لها الشارح في قضية أنه أن الله تعالى قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وجاء عندنا حديث صحيح في قول عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على موسى الحديث، فجاء الإشكال في حديث فيها النهي وفيها حديث فيها تجويز التفضيل، الذي يرجحه بعض المحققين كما نقل الشارح الطحاوي وغيره أن التفضيل المنهي عنه كما في حديث لا تفضلوني على موسى التفضيل إذا كان على وجه العصبية، على وجه العصبية والحمية، أو كان التفضيل فيه انتقاص للمفضول. أما إذا كان التفضيل ليس فيه هذا المحذور، ليس فيه حمية وليس فيه انتقاص
للمفضول فيبقى ذلك سائغا وجائزا. هذه ما يتعلق بمسألة التفضيل بين الأنبياء عليهم السلام. لما قال رحمه الله وأنه خاتم الأنبياء، هذه المسألة أنه خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فعندك الآية الكريمة: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبيين يعني أنه هو آخرهم صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام به ختم الأنبياء. ومعنى ختم الأنبياء يعني أنه هو آخرهم، وأن الوحي انقطع من السماء بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. والأحاديث هذه متواترة عنه عليه الصلاة والسلام، ولهذا من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر مرتد خارج عن الإسلام. هذا ما يتعلق بقضية إيش عقيدة ختم النبوة. عندنا الحديث في هذا حديث ثوبان في صحيح، حديث ثوبان الصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم: وإنه سيكون في أمتي 30 كذابا كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي عليه الصلاة والسلام. فهذه مسألة يعني هي يعني كما يعني يقرها العلم أمر معلوم من الدين بالضرورة، فأي شخص يدعى النبوة فلا شك ولا ريب فيه في كفره وانسلاخه عن الإسلام. ومن رحمة الله، من رحمة الله تعالى، وما أعظم رحمة الله، أن من رحمة الله تعالى أن كل من يدعي النبوة في القديم والحديث سرعان ما إيش ما يهلكه الله سبحانه وتعالى. فالذين يدعون النبوة يحصل منهم من الفساد ما لا يوصف. فلهذا تجد لما تنظر إلى تاريخ المتنبئين الكذابين بدءا بمسيلمة إلى آخرهم مثلا، فتجد أن هؤلاء ما يعيشون طويلا ولا الحمد، يمكثوا العقد والعقدين أو الثلاثة لكن لا 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 يعني لا يمكث طويلا. ولهذا والسبب في ذلك لأنه يحصل على أيديهم من الفساد ما لا يوصف، فالله تعالى يقصمهم ويهلكهم. ومن ذلك قصة طريفة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله في شرح الأصفهانية، وهو أن أحد القساوسة من النصارى سب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا النصراني البغيض الأقلف سب النبي عليه الصلاة والسلام عند أحد ملوك النصارى، فهذا الملك النصراني سأل هؤلاء الأحبار وقال: المتنبي الكذاب كم يمكث؟ فقالوا يعني يمكث قليلا 30 أو 40 سنة. فقال هذا الملك النصراني: قال هذا دين محمد عليه الصلاة والسلام له أكثر من 600 سنة. معنى أنه إيش؟ أنه نبي صادق ولا نبي صادق؟ ما دامكم تقولوا المتنبي الكذاب ما يمكث إلا 30، طيب هذا النبي صلى الله عليه وسلم دينه الآن له 600 سنة، 600 سنة من وقت الحادثة، وحنا الآن في 1432. نعم. فعرف الملك النصراني من خلال ما قال هؤلاء أن هذا الساب أنه يعني افترى عليه وسلم، فأمر إيش بأن يضرب عنقه. فهذا أمر واضح وبين. ولهذا من المناظرات الطريفة التي قالها ابن القيم لبعض النصارى، قال: أنتم إذا قلتم أن محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي كذاب أن هذا طعن في الرب، هذا طعن في الله سبحانه وتعالى. فقال هذا النصراني: كيف؟ قال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم متنبئ كذاب ومع ذلك الله تعالى إيش أيده ونصره ومكن له وأهلك أعداءه، فهذا طعن في الرب سبحانه وتعالى، كيف أن الله تعالى يؤيد وينصر المتنبئ الكذاب؟ فلاحظ الذين يطعنون في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون متنبئ كذاب كما يقوله بعضهم بعض النصارى بعض الزنادقة، هذا طعن في ربنا سبحانه وتعالى. ولهذا بعض النصارى يقول لك: لا، أنا أقول محمد عليه السلام هو نبي لكن رسول إيش إلى العرب فقط. يقول: أنا أعترف بأنه رسول لكنه ليس للناس وإنما هو رسول للعرب. فيأتي الرد عليهم: إذا كنت تعترف وتقر بأنه رسول الله وأنه نبي صادق، طيب هو هذا الرسول الذي اعترف بأنه صادق هو يقول كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فإذا صدقته بأنه رسول فصدقه بقوله أنه بعث إلى الناس جميعا، بل بعث إلى الثقلين عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق
بمسألة خاتم النبوة. هنا لما قال وإمام الأتقياء، إمام الأتقياء الإمام هو الذي يؤتم به، فهو عليه الصلاة والسلام هو إمام الأتقياء من الأنبياء فما دونهم. جاء في بعض الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين، كنت إمام النبيين وخطيبهم، أخرجه الترمذي وحسنه. قوله وسيد المرسلين، جاء الحديث كما مر بنا أنه عليه السلام قال أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة، أخرجه مسلم. هذه بعض يعني فضائله وشمائله صلى الله عليه وسلم. هنا لما قال وحبيب رب العالمين، حبيب رب العالمين يعني هذه مما يعني استدرك فيه على الإمام الطحاوي رحمه الله، وأن كان عليه أن يقول وخليل رب العالمين، لأن مقام الخلة أعلى وأخص وأشرف. أما وحبيب رب العالمين فهو كون الله تعالى يحبه، فهذه ليست تخص عليه السلام، فالله تعالى يحب المتقين ويحب المحسنين، لكن الخلة هي منزلة أعلى وأشرف من مطلق الحب، فالله تعالى يحب المؤمنين ويحب الصابرين ويحب المتقين. فإذا نخلص أنه إذا أردنا أن نحقق الكمال المسلم نصفه بما وصف به نفسه وما وصف به قبل ذلك القرآن. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. صاحبكم يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. إذن نخلص من هذا إلى أن الخلة هي أعلى مراتب المحبة، وأن الخلة اختص بها النبي عليه السلام وإبراهيم، فالله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ أيضا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. أما قضية وحبيب رب العالمين فهذا ليس فيه هذه الخصوصية، وما ورد من الأحاديث في هذا لا تثبت. شارح الطحاوي ذكر حديث مثلا ألا إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر، فهذا ضعيف. وفي حديث آخر ذكره شيخ الإسلام في العبودية، رسالة العبودية، أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم يحشر بين حبيب وخليل، حبيب اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم وخليل إبراهيم، أيضا هذا الحديث لا يثبت. فإذا اتضح لك الآن أن 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 يقال هو خليل رب العالمين أو خليل الرحمن، فهذا الذي جاءت به السنة، وهذا هو المقام الذي هو أعلى وأشرف من مطلق المحبة. قال هنا وكل دعوى النبوة بعده فغين هوى، هذا يعني أمر واضح وبين أن كل من ادعى النبوة فهذا غي، الغي ضد الرشد، وهوى الهوى بمعنى الغي، فكل من ادعاها فهذا غي هوى، بل كما مر بنا أن كل من ادعى النبوة فهو كافر مرتد منسلخ عن دين الله عز وجل. يبقى عندنا هنا مسألة، يمكن الجملة الأخيرة علينا نقرأها، لما قال وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. هو صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين كما في سورة الجن وكما في سورة الأحقاف ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. فرسالته عليه الصلاة والسلام للإنس والجن، قال إلى عامة الجن وكافة الورى، الورى اللي هم البشر. الآية وما أرسلناك إلى كافة للناس، قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بالحق. الحق هذه الكلمة تتكرر معنا في هذا المتن، والحق له معنيان، الأول الثابت الموجود، والمعنى الثاني النافع المقصود. فالحق له معنيان، الثابت الموجود والنافع المقصود. ويقابل الحق ماذا؟
الباطل، والباطل إذا كان الحق هو الثابت الموجود فالباطل هو ماذا؟ وش القابل الموجود؟ المعدوم. ولما نقول المعنى الثاني الحق النافع المقصود، وش يقابل النافع المقصود؟ ما لا نفع فيه، أليس كذلك؟ نعم. فإذا الحق له معنيان، الثابت الموجود والنافع المقصود، والباطل له معنيان، المعدوم والمعنى الثاني اللي هو إيش؟ ماذا؟ الذي لا نفع فيه، لا نفع فيه. وهذا الذي تجد مثلا في النصوص، لما مثلا يقول عليه الصلاة والسلام الوتر حق، ما معنى حق هنا؟ ثابت موجود ولا نافع مقصود؟ نافع مقصود. لما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة بن عامر كل لهو باطل إلا ثلاثة، ايش معنى باطل؟ لا نفع فيه. فهذا مما يذكر في هذا المقام والله أعلم. قال وبالنور والضياء، الهدى واضح معناه، النور والضياء يعني أيهما أبلغ؟ الشارع أشار إلى أن لا شك أن الضياء أبلغ، لأنه وصفت به الشمس، قال تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا والقمر نورا. والشمس ضياؤها في حرارة ولا ما في حرارة؟ لا في حرارة، وقد تؤذي. القمر ليس كذلك. ومن لفتات الشيخ بن باز الله يرحمه في تعليقاته على الطحاوية لما جاء كلمة بالنور والضياء، أن الشريعة فيها هذه الأحكام التي فيها قرة العين وفيها النور وفيها انشراح الصدر، وهناك الضياء الذي فيه حرارة قد يتأدى به البعض، مثل الحدود لما يقام الحد وهي من شرائع الله، تقطع يد السارق أو مثلا يجلد القاذف، فهذه فيها تلك الحرارة التي هي من صفات الشمس، كذا قال رحمه الله. يبقى عندنا مسألة ذكرها شارح الطحاوية، قضية هل الجن فيهم رسل؟ الذي يستظهره الجمهور أن الرسل من البشر، الرسل من البشر، وإنما الجن فيهم نذر، ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضره قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فالرسل من البشر، لأن جنس البشر أكمل من جنس الجن، كما يعني حكى بعضهم الإجماع على ذلك، أن الله تعالى لم يبعث لا جنيا ولا امرأة، واستدلوا بالآية الكريمة وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فهنا لما قال ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، وهم رجال ليسوا إناثا، من أهل القرى، فهم أيضا من البشر وليسوا من الجن. يبقى عندنا آية يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، فبقى الضحاك يحتج بها الإمام الضحاك على أن الجن أن في الجن رسلا، لكن قال العلماء أن هذا أسلوب من أساليب العرب التي تطلق ويراد بها من أحدكم، يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، أي من إيش؟ من ماذا؟ من أحدكم. مثل ما قال تعالى عن لما قال مرج البحرين يلتقيان، قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، والمفسرون يقولون اللؤلؤ والمرجان يخرج من ماذا؟ من العذب ولا من المالح؟ نعم، ماذا قالوا؟ قالوا يخرج منهما أي من أحدهما، وهو إيش؟ وهو المالح. طيب، هذا ما يتعلق بهذه المسائل، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.